هنبدأ أخبارنا معاكم النهاردة بقصة جميلة بطلها جودث وأدلبرت، ودول اتنين سياح من المجر وقعوا في غرام الآثار المصرية وقرروا إعلان زواجهم من أرض التاريخ مصر وسط الحضارة المصرية القديمة، وعملوا فوتو سيشن في معبد الكرنك علشان تكون لحظات مميزة وبداية حياة ليهم وسط المعالم الأثرية اللي هتكون شاهدة على قصة حبهم. أدلبرت قرر بعد قصة حب استمرت لسنين بينه وبين جودث إن تكون نهايتها الجواز، ويكون الحديث بين أو التوثيق بين أحضان معبد الكرنك في مدينة الأقصر، عشان اعتادوا الاتنين زيارة مصر على مدار السنين اللي فاتت، خاصة الغردقة والأقصر، لأنهم بيعشقوهم بشدة، وبيحبوا كمان المصريين اللي بيشوفوا أنهم طيبين ومتسامحين. عامة تفاصيل أكتر عن الأحداث دي وأهميتها من ناحية السياحة والتوثيق ليها وإزاي نستغلها في جلب المزيد من السياح لمصر من مختلف دول العالم، ده اللي هنعرفه من أستاذ محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر. صباح الورد على حضرتك. أستاذ محمد، سامع حضرتك، سامع صباح حضرتك كويس الورد. قوي. خلينا نعرف من حضرتك في البداية كده أهمية لحظات زي دي وأهمية التوثيق ده في جلب المزيد من السياحة لينا. طبعا هي خطوة رائعة جدا، أصبحت دلوقتي ترند. يعني احنا عندنا يعني الناس زي ما حضرتك قلت كالمقدمة الجميلة انها بتوثق لحظات، احنا عندنا دلوقتي ترند رائع جدا، عندنا طلبات كتيرة جدا بتجيلنا من كل دول العالم. احنا عاملين سايت مجاني مجانا بيقول start your life where the life start، ابدأ حياتك في المكان الذي بدأت فيه الحياة. الموضوع بدأ بفكرة بسيطة جدا، ان حد بيجي زي ما حضرتك قلتي بيحاول يعني يحتفل بزواجه او يعلن زواجه وحتى خطوبة في احد المناطق الاثرية سواء معبد الكرنك او الاقصر او حتى على البالون الطائر. لكن الحقيقة نظرا لحالة الاستقرار الرائعة اللي بتشهدها مصر، قررنا ان احنا ننظم الموضوع، لان احنا عندنا طلبات كتيرة جدا كلجنة تسويق السياحة الثقافية، عندنا طلبات كتيرة جدا من كل دول العالم الآن لتوثيق يا إما الزواج يا إما احتفال بأعياد الزواج المختلفة. بنقدم، الدولة بتقدم متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، عندما يأتينا حد من هؤلاء الناس بنقدم له هدايا تذكارية قيمة جدا، بنعفيه من رسوم الزيارة، بالعكس كمان بنعمل له فوتو سيشن مجانا، لأنه زي ما حضرتك قلتي مثل هذه الأحداث بتلف العالم كلها. وأنا أحب أقدم لحضرتك رقم مهم جدا، عدد حالات الزواج والخطوبة التي تمت في مصر، في الأقصر في معابد الأقصر والبالون الأقصر، من بداية العام حوالي 22 حالة. إنما الغريب إنه من أول شهر 10 لغاية ديسمبر عندنا 78 حالة أو 78 طلب لناس عايزين يا إما يتزوجوا يا إما يعملوا خطوبتهم أو يحتفلوا بذكرى زواجهم في المعابد الأثرية. زي ما حضرتك قلتي عدد الناس اللي بيشوفوا مثل هذه الأحداث رائعة جدا. لكن خلينا أقول لحضرتك الأساس فيها هي كلمة أو الأساس فيها هو الاستقرار الذي تشهده مصر، اللي خلى العالم كله من الصين، احنا عندنا طلبات من الصين، من أمريكا اللاتينية، من كل دول العالم شرقا وغربا للاحتفال بهذا الأمر. وبنقول لهم دايما تعالوا ضيوف أعزاء مكرمين بنحتفل بيهم، بنعمل لهم السيرموني مجانا، بنديهم هدايا، وبنقول لهم بس وثقوا هذه اللحظة، واحنا بنوزعها على السايت بتاعنا. لكن كمان هم عدد الناس اللي بيشوفوها رهيب جدا. طبعا ده بيكون تحت بند سياحة الزفاف، طيب احنا ازاي نطور منها اكتر يا فندم؟ يعني ازاي ممكن نعمل ايه علشان نطور من النوع ده من السياحة، لانه اكيد بيجلب لنا عملة صعبة واكيد ليه عائد كبير مهم علينا. سؤال مهم جدا، سياحة الزفاف دي مش محدش كتير قوي، يعني المصطلح ده محدش يعرفه كتير جدا. صحيح. لكن موجود كتير في دول العالم زي المالديف مثلا. في كتير جدا من انواع السياحة اسمها سياحة الزفاف، بتبقى الدولة او في شركات سياحة متخصصة في هذا الامر. وانا شايف ان ده نوع من السياحة، اللفظ اللي حضرتك قلتيه ده لازم نركز عليه شوية، لانه ده قد يستطيع ان يقلب، لان كل اللي بيعملوا الحفلات دي اثرياء جدا، ذوي صرف انفاق عالي جدا، محتاج تنظيم اكتر مننا، محتاج تنظيم اكتر من الدولة. لكن الحقيقة لما نيجي نحسب من يأتوا تحت مسمى
وانا عاجبني جدا مسمى سياحه الزفاف ده، هنلاقي مستوى انفاقه في الحالات القليله اللي تمت يساوي 8 اضعاف السائح العادي. طيب الفكره اللي بتتم الان مع لجنه تسويق السياحه الثقافيه مع الدوله هي تطوير الفكره، ما تبقاش بس لحظه التقدم او لحظه البروبوزل او الخطوبه في منطقه اثريه، لكن بتبدا الرحله كلها من ساعه ما بنوثق له رحله وصوله للمطار لغايه حاز الحفل لغايه ما نطور فكره اللي هو كمان ياخد الهاني مون بتاعه في الاقصر واسوان او المناطق السياحيه الاثريه في مصر. المشروع انه جديد وانه الحقيقه بدا، لازم نشكر اصحاب الفضل، الموضوع ده بدا بزياره السيد الرئيس للاقصر يوم 25 نوفمبر سنه 21 عندما اعلن سيادته الاقصر متحف عالمي مفتوح. الكلمه دي متحف عالمي مفتوح هي اللي خلت هذه الصناعه اللي هي صناعه الافراح او الزفاف تمت، واللي خلت ولو اني ده بعيد نسبيا عن الموضوع 8 من اكبر بيوت الازياء في العالم الان بتتسارع على عمل عروض الازياء بتاعها على طريق الكباش. صحيح. اذا عمله صعبه كويسه جدا، حاله استقرار. خلينا اخرج سنه واقول حاجه، خبر جميل جدا، الست شهور الاولى من صناعه السياحه حققت 14 مليار دولار للدوله. عزيز. متوقع ان شاء الله النصف الثاني من هذا العام باذن الله تعالى يحقق حوالي 18 مليار دولار، خلال 26 هنوصل ل 30 مليار سائح، ب 30 مليون سائح ب 30 مليار دولار. اذا صناعه السياحه هتكون لها دور مهم جدا جدا الفتره اللي جايه، لكن نركز ونقول دايما الاستقرار هو من دفع كل هؤلاء المشاهير ليزوروا مصر ويحتفلوا تحت الصفحه بتاعتنا موجوده لجنه التسويق السياحه الثقافيه مجانا. اللي بيجي الدوله بتقدم له خدمات، احنا بنقدم له خدمات لم تتحول بعض الى تجاره، البعض الى تجاره، لكنها وثيقه تسويق رائعه جدا زي ما حضرتك قلتي بتلف العالم. قعدنا نرصد عدد الناس اللي شافوا هذه الصور من اول السنه لغايه دلوقتي، لانهم تعدوا حوالي حواجز 6 مليون واحد شافوها مثل هذه الحفلات. اتوقع انها ابتداء من العام القادم هتبقى اكثر تنظيما وهتبقى عنصر مهم جدا او صناعه جديده جدا طبعاً. من افرع السياحه الثقافيه. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد عثمان رئيس لجنه السياحه الثقافيه بالاقصر.